بسم الله وعلى بركة الله بدأ أول مكالمة. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخويا سعيد، صباح الخير. لاباس الحمد لله، وانتي لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. تفضل يا استاذه، شكون معايا؟ مريم. مرحبا بك مريم، اش حاسين ديالك؟ فين ساكنه؟ 24 عام. فين ساكنه؟ اختي مريم هضر معانا. المحمدية وهاك اختي، ما كنسمعو حتى حاجه. شنو الاسم ديالو؟ فين ساكن؟ فيصل، فيصل. شحال السن حتى هو ديالو؟ محمدية، حتى هو محمدية. 34 عام. هاكا اعطينا المعلومات كاملين. شحال انتم على علاقة مريم؟ حلك داك شي 8 سنين. 8 سنين. هي اخر مرة تشوفتي معاه؟ اليوم اليوم كيقول لك غادي يتزوج بيك وانت اللي كاينة. ثمان سنين، عطينا الرقم ديالو. وشنو كتساينو في هاد 8 سنين يا مريم؟ الظروف واخا زيرو قيد. يلا زيد 65، زيد زيد زيد. الحمد لله. دابا لقيتها كيكون فيها ناعس صح. أفيقه. صراحة اش غادي نقول لك، 8 سنين بزاف، ضايله بزاف. ها للاسف ما كيجاوبناش اختي مريم. الو مريم، مريم عندها مشكل في الكونيكسيون. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا سعيد اهلا بخير، وسهلا. لاباس عليك؟ لاباس الحمد الحمد لله، لله بارك الله فيك اخويا سعيد. كلشي مزيان. تفضل، شكون معايا؟ معك هشام من الناظور، 36 عام اخويا سعيد. هشام الناظور، 36 سنة. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ سميتها كريمة، ساكنة في العروي، 34 عام. ساكنة في العروي. شحال من سنة عندها؟ عندها 34 عام. 34 سنة. شحال نتوما على علاقة؟ مدة عام هادي. عام. تلاقيتو ولا الحب الوفي يا سي هشام؟ لا، فايت تلاقينا آخر مرة تشوفتي معاها؟ تقريبا شي شهر. نعم، شي شهرين هكا. شي شهرين. وشنو ناوي معاها الزواج هشام؟ إن شاء الله. هضرتي مع والديها؟ خاطبها باقي؟ بغيت نعرف فين غادي. كيفاش اخي سعيد؟ قلت لك زعما هضرتي مع والديها؟ خاطبها باقي؟ لا، باقي باقي إن شاء الله. يلا ناوي ناوي. أعطينا النمرة ديالها. زيرو قيد. 46. زيد زيد زيد.
الو، السلام عليكم لالا كريمه. وعليكم السلام، اش كيفك؟ اخبارك؟ كل شي بخير؟ الحمد لاباس لله عليك؟ الوالدين، العائله، كل شي تمام؟ الحمد لله. وكيفك؟ الحمد لله. كريمه 34 سنه، من العروي، معك سعيد خربوش من برنامج اهداءة الليل. راك معنا على المباشر كريمه، مرحبا بك معنا. الله يكبر بك اختي كريمة، شكرا لحفاوة الاستقبال. اختي كريمة، البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجآت في هذه الليلة كريمة؟ حدث المفاجآت زوينين أكيد. ما فهمت والو كريمة، ما فهمت والو كريمة في البرنامج ديالنا. ياك كريمة ما فهمتي والو، ما فهمتيش البرنامج، معيط لك في الليل ياك، ولا كتقول هذا شي واحد مطلع عليا ياك. ما عرفتش. لا اختي كريمة، راك معنا على المباشر، وراك معنا في البرنامج ديالنا، وكل شي كيسمع فيك دابا، ومرحبا بك معنا، ولينا الشرف تكون معنا في البرنامج. اختي كريمة، البرنامج ديالنا بحال ما قلت لك برنامج المفاجآت الليلية. معنا شخص المفاجأة اللي راه معنا في البلاطو اختي كريمة، وراه حاضر معنا وراه كيسمع فيك دابا، شخص عزيز عليك، هو اللي زودنا بالرقم ديالك وبكاع المعطيات اللي عليك باش نتصلوا بك ويفاجئك على المباشر بطريقته الخاصة. واجدة كريمة؟ واجدة. اوكي، نزيد نقربك من هذا الشخص شوية، ولا عرفتي شكون؟ نقربك منه شوية. هاد الشخص هذا اختي كريمة، على ما أكد لنا، عاد تعرفتو في الآونة الأخيرة بيناتكم واحد علاقة، ولا واحد الميول بيناتكم، واحد الميول العاطفي، كتواصلوا غير في التليفون، هادشي اللي قالنا، وربما عاد تلاقيتو، ربما يمكن في هاد الشهر هذا، شي ملقية خفيفة كنظن، هادشي اللي قالنا، ومين طلع معانا على المباشر قالنا ما كرهتش من المنبر ديالكم نعبر على مدى إعجابي بهذه السيدة هذه من البرنامج ديالكم. أنا غادي ندوزو لك. أوكي، وي أستاذ باقي معانا؟ وي الصوت ديال كريمة هو هذا؟ أه واخ، أنا غادي ندوزو لك. قول لي اختي كريمة، في نظرك ما عاد من توقعتي تكون جاية هاد المكالمة المفاجأة في نظرك؟ ما عرفتش. ما يمكنش يا كريمة، إنسان عطينا رقمك، عطينا اسمك، عطينا عنوانك، عطينا كل حاجة عليك اختي فاطمة، وهاد الشخص هذا بحال ما قلنا لك ماشي شخص طبيعي أو شخص عادي، شخص كيعني لفاطمة بزاف ديال الكريمة، بزاف ديال الحوايج. فاطمة؟ اه قلت لك زعما راني غلط في سميتي، قلت لك هذا الشخص هذا كيعني لك اختي كريمه بزاف ديال الحوايج. كتقول لي ما الشغل، واخا نسولك سؤال مفتوح كاع. كريمه عندك شي علاقه في حياتك ولا ما عندكش؟ عندك شي علاقه، شي شخص كتبغيه؟ لان حتى الطريقه باش عودنا للعلاقه اللي بيناتكم واحد العلاقه صراحه، مش غادي نقول لك راه قليل، كنظن باقي العلاقات بحال هكا. يلا، في نظرك شكون توقعتي او من عدم توقعتي تكون جايه هاد المكالمه في نظرك؟ ممكن تكون من واحد الشخص سميتو هشام. حنا كنسولك دابا، انت مأكده هشام؟ الو، سميتك هشام انت؟ لا ماشي هشام اختي كريمة، قال ما سميتوش هشام. يا ما عرفتش. شخص كتواصلو غير في التليفون انت وياه، الواتساب، عزيز عليك، وحتى هو كذلك. ما عرفتش. ما عندك شي علاقة من غير هذا السيد هذا هشام؟ لا ما عنديش علاقة. وشنو كيعني لك هذا هشام هذا؟ تالي كاينه ودي باي شب ياك.
انا ندوخوها شويه ساعه والو حاضيه صوره هشام اللي كاين. وي لالا كريمه تحياتي لك سي هشام قطعاك مشى او مزيان ما عرفتك شي تاع الثاني اللي متصل. يلا يلا تحياتي تحياتي هشام سلام على محمد الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا كثير بخير الله يبارك فيك. كلشي مزيان برا ناشط والله الا مبرعين وناشطين ومي كنكون معاكم عاوتاني كنكون فوق السلك. الحمد لله اللي صاب صحتي يحمد الله الحمد يشكره. لله الحمد لله. تفضل يا استاذ شكون معايا؟ معك ابراهيم مراكش. ابراهيم مراكش مرحبا بك يا ابراهيم. شحال السن ديالك؟ 30. شنو الاسم ديالها وفين ساكنه؟ ساكنه في جديده عمرها 32 هي. شنو سميتها؟ سميتها كبيره. كبيره واخا. شحال نتوما على علاقه سي ابراهيم؟ دابا شي مازال ما كملت شهرين. تلاقيتوا الحب الويفي؟ لا باقي لا بينا وين تلاقاو. وشنو سميتو هضر مع والديه على الزواج ولا والو؟ يلا ناوي نمشي في هاد العيد ان شاء الله. يعني خاطبها عام راسها؟ عام راسها هكاك. زيد يلا زيرو قيد. زيد 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 79 شوفوا هاد لالة كبيرة عاود. خوت عطونا شوية البارطاج والقليبات واللي التحق بنا كذلك يبارطاج معنا اللايف. الو السلام عليكم لالة كبيرة. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم اختي كبيرة كي دايره لاباس عليك؟ الوالدين العائلة الخوت كلشي مزيان اختي كبيرة ياك ما فيقنك من النعاس؟ نعم. الو اختي كبيرة 32 سنة من مدينة الجديدة معك سعيد خربوش من برنامج إهداءة الليل راك معنا على المباشر اختي كبيرة ومرحبا بك معنا ولينا الشرف تكون معنا في البرنامج ديالنا وللأسف ما كنسمعوكش مزيان إذا كان ممكن تعطينا شوية الصوت. ألو كبيرة اختي ما كنسمعوكش مزيان إذا كان ممكن تعطينا شوية الصوت. الو كبيرة كي دايرة لاباس عليك؟ كبيرة بحال ما قلت لك البرنامج ديالنا كما هو معروف كما هو متداول على السوشيال ميديا برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجآت كبيرة؟ الو عزيز عليك شي مفاجآت ولا والو؟ واختي ولكن ما كنسمعوكش مزيان وخا قلنا لك زعما راك معنا على المباشر والناس كيسمعوا وكل شيء كيقول لي راه حنا ما كنسمعوش الصوت ديالها الا كان ممكن تعطينا شويه ديال الصوت زعما وكنقولوا لك الا كان ممكن. اوكي الو قولي اختي كبيرة سمعتني شنو قلت لك ياك البرنامج ديالنا بحال ما قلت لك برنامج المفاجآت الليلية عزيز عليك شي مفاجآت ولا والو؟ شوية
معنا شخص المفاجأة اللي راه معنا في البرنامج ديالنا دابا وراه كيسمع فيك دابا، وواحد الشخص اللي عزيز عليك بزاف اختي كبيرة. هادشي اللي قالنا وحكى لنا على انه كتجمعك به شي علاقة من المدة هادي، الله يخليكم لبعضياتكم. ومن طلع معنا على المباشر قالنا ما كرهتش نعبر على مدى الحب ديالي لهاد السيدة هادي، وراه هو اللي عطانا الرقم ديالك وكاع المعلومات اللي عليك يا لالة كبيرة. انا غادي ندوزو لك. اوكي، واخا استاذ سيد سيد. قولي اختي كبيره، قبل ما ندوز لك هذا الشخص هذا، ما عاد من توقعتي تكون جايه هذه المكالمه في نظرك؟ ولكن احنا ما كنسمعوكش مزيان دابا، هذا هو المشكل. احنا راه ما كنسمع حتى حاجه، راه كنتعذب والله الا مكرفص معك. واش هذا هو الصوت ديالك كبيره؟ ما كنسمع والو اختي، هضر بالجهد الله يعطيك الخير. حيد الكيت الا كنتي دايره الكيت في التليفون، حيدو. ها واختي راه ما كنسمعوكش مزيان، عطينا هضر معنا بالجهد. الو، واش قايس اخويا؟ خي ابراهيم اخويا قايس، الله يلا قايس اخويا والله بزاف هادشي. تحياتي لك ابراهيم. اعصاب السلام عليكم. السلام عليكم. انا خي سعيد لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. صحة مزيانة كلشي ولكن مزيان. قطع داك اللايف وهضر معانا يا رب، قطع اللايف. الله يبارك مقطع. هيا يا سعيد. يلا تفضل، شكون معايا؟ انا يونس من برشلونة. يونس من برشلونة، مرحبا بك يا يونس. شحال السن ديالك؟ السن ديالي 34. شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ إكرام مدينة طنجة. إكرام من طنجة، شحال يكون السن ديال إكرام؟ 26 سنة. شحال نتوما على علاقة السي يونس؟ تقريبا عامين وثلاث شهور هيداك. عامين وثلاث شهور، تلاقيت الحب الواي فاي؟ الحب الواي فاي والحب كلشي، أنا نويت المعقول. وخاي سعيد شغنقول لك، بدلت عليا في هاد ثلاث شهور فهمتيني، بدلت عليا بزاف. شحال هادي ما شفتيهاش؟ اخي سعيد دابا نقولك شي تقريبا شي عامين، و يعني كنعمل واحد الحب، يعني حب حقيقي، يعني مو ناويين المعقول حنايا فهمتيني. ودابا اخي سعيد بدلت لها فهاد شهرين، ما بقاش ديك البنت اللي كنعرف، ما بقاش يعني حسيت بحال اللي عندها جوج ديال الماري فهمتيني. هي اصل ديالها من الحسيمه، ولكن مستقره في طنجة. عامين مش فيها دابا؟ وانا مشته، ولكن ديما كنا كنهضروا في التليفون، يعني بحال اللي راهي معاه في كاميرا كعارف فهمتيني. ان شاء الله. شنو كتقول لك انت اللي كاين في حياتي وكتسينك الزواج؟ الله يرحم الوالدين، يعني وعدنا بعضياتنا ودقين في هذه الايام اخي سعيد، في هذه 3 شهور ماشي ديك البنت اللي كنعرف، يعني بزاف د الحوايج ماشي حتى تماك فهمتيني. يلا واخا عطينا الرقم ديالها شوف. كنسمعك. 07. لا شحال النمرة؟ 0771. زيد 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 زيد. ايش حال فيها هذه النمرة؟ عاود النمرة من الاول اخويا، راك غلط في النمرة. حيد لي 212، هضر معانا المغربية نيشان اصاحبي. 06 07 عندها في الاولى 06 هاكاك. 07 زيد زيد هاكاك يا صاحبي، زير معانا. 32 زيد شحال؟
هكاك زيد هكاك هضر معنا الداري جاني شانتينا غير 1 9 8 4. هذا مخاطبكم غير مشغل، المرجو إعادة الاتصال لاحقا. هدا عاد نمرة هادي نعاود ولا نشوف. المرجو إعادة الاتصال لاحقا. هي كونكتي دابا. هي ما هضرتي معاه؟ واش هي اليوم هضرتي تا في الواتساب والو؟ ما هضرت معايا ما هضرت مع 6 ايام، حنا ما كنهضر ما هضرنا، شفتو شي شي عيب هذا الصغير 6 ايام ما سولت عليا ما قالت لي حتى شي حاجه، فهمتيني؟ وشنو درتي لها باش ما سولتش فيك؟ اخي سعد بتلات عليا بزاف، فهمتيني؟ في الاول اخي سعيد ديما ميساجات وابيرات راني في الخدمه وكتصوني يعني بحال اللي راني مع دابا، قلت لك قلت عليا بزاف بزاف بزاف. ايوا وشنو ايوا خاصها تربطك بعدا يعني، انت هي في الاول باقا ما باقي ما مربوطش فيها، وعاد راه خاصها تبقى تسول فيك في الاول. هما راه كيديروا هكا العيالات، كيديروا هكا، كتبقى في الاول تسول فيك حبيبي وكذا، يعني تضرب معاك على الشهر الاول تقول هذه هي كتشوفك تزعطتي كتبقى نيك عليك كدير لك يا نيشان نيشان خي سعد. ولا لا انا كنظن خي سعيد عندها شي واحد اخر، داكشي يعني ايوا انت تعطلتي، انت تعطلتي وعامين هادي ومشيتي اسبانيا وسمحتي فيها. لا يعني غير الناس عنده الخدمه وداك الشيء، اتفقنا على بزاف د الحوايج، ملي قلت له هذا العام ان شاء الله بنادم يجي، قلت له قبل ما يجي هذا العام قبل ما يدير شي حاجه ماشي هي هذيك، فهمتيني غير زايد داك الشيء، بغيت نحبس شي حاجه نحبس نيشان، يعني كل واحد يمشي يخدم شغله. ايوا صافي دابا ما حلاش هادي والو. الواتساب ديالها كي خدام؟ ما جربتيش لا الواتساب؟ ما خدامش حتى الواتساب ما خدامش. ايوا صافي سعد ان شاء الله. يلا تحياتي. يلا دابا دابا تسول فيك، دابا تسول فيك. الله يرحم الوالدين سعد. يلا مرحبا شكرا. مرحبا. 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 الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح. لاباس الحمد لله، انت مزيان؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله. تفضل يا استاذ، شكون معايا؟ محمد من فرنسا. محمد من فرنسا، مرحبا بك محمد، شحال السن ديالك؟ بارك الله فيك. شحال السن ديالك يا محمد؟ الو الو 43 سنة. لا 43 سنة. زير معنا محمد، زير معنا، شنو الاسم ديالها وفين ساكنة؟ فاطمة، الأصل ديالها من إفران وخدامة في طنجة. فاطمة من إفران والأصل ديالها وخدامة في طنجة. واخا شحال يكون السن ديال فاطمة؟ غتكون عندها شي 38 عام. شحال نتوما على علاقة سي محمد؟ عادي تقريبا شي شهرين، تقريبا شهرين 3 شهور هكا. شهرين تلاقيتو ولا في التليفون؟ عارف التليفون غير حب الويفي. الحب الويفي. يلا عطينا الرقم ديالها. شنو خاطبها باقي وهضر مع والديها؟ باقي باقي انا. يلا يلا يلا، الله يسخر لكم، الله يسخر لكم، الله يسخر لكم. 07 زيد بقى معنا واحد شوية. 07 00 زيد زيد هاش في هاد الليلة كيف الزمن؟
الو ناعس هادي، نعاودو له نعاودو له نشوف. تحياتي لك يا أستاذ، حفظك الله وتسلم. يلا سلامة سلامة. السلام عليكم. عليكم السلام خويا سعيد. لاباس عليك؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. بغيت نزول لي بارو على التليفون كنهضر معاك. تفضل يا استاذ. بسم الله. ها اه اه كان معانا اليوم ما كاينش. ذاك النهار واخا. يلا اعطيني الاسم ديالك الحقيقي والاسم مستعار. ضحك في ساكنة نبيلة. خارجة تطوان. واخا شحال السن ديالك نبيلة؟ 38 سنة. 38 سنة. شنو الاسم ديالو؟ فين ساكن؟ عبد النور من تطوان. عبد النور من تطوان. شحال يكون السن ديال عبد النور؟ 35. 35. شحال نتوما على علاقة نبيلة؟ مش شهر جوج. خمس شهور. تلاقيتو على الحب الويفي؟ لا تلاقينا. وقتاش لقيتو؟ ما تلاقينا، ما كيكون يعني هو عنده شي خدمة كيتلاقاو عادي. وي ولكن وقتاش لقيتو هاد المرة هادي؟ لقينا السيمانة اللي فاتت الحد. السيمانة اللي دازت يعني الحد سيمانة باش لقيت معاه. حكيني كتشوفك الله يفديك كتحكيني زيد. شنو خطبك ولا باقي ولا على الهضرة؟ لا غير هضرة، غير بغيت نشوف واش كيهضر مع شي وحدة أخرى واش لا. أنا شكيت فيه وصافي. شكا فيه. يلا أعطينا الرقم ديالو. الرقم زيد 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 زيد. شاد النمرة قداش نياتي. وما يجاوبناش. مش عارفة ما كيجاوبشي. مش مفيقو هذا. دابا فايق.
والو، هذا عبد النور ناعس. عيط له في الواتساب. راه يعني نمره وحده، راه اللي يجاوب راه يجاوب بحال بحال. لا هاد النمره دي غدا عنده الخدمه، هذه الخدمه عنده نمره الواتساب وحده. لا هي هذه كان في الواتساب. ايوا هي راه نمره وحده صافي، راه هي اللي ما عندوش التليفون هذاك، ها عنده تليفون اخر. هاد النمره هذه في راكبه التليفون الصغير بالخدمه وعنده فيها الواتساب. ايوا عاود نور راه يكون معانا في اللايف هنايا وجالس كيشوف فيك، كنت جالسه كتقول لي انا عاد تلاقيتو. انا قلت ما شفتش، ايه شتي انا قلت لك ما شفتش البو. مفتحش البو، وانا البو فتحته. والو ما كيجاوبناش، هذه نحاولوا شي مره اخرى نشوفوا. والو لا لا نبيلة، والو تحياتي. تحياتي بسلامة. على خير. اخوت اللي باقي ما تابونا على الانستغرام يتابونا على الانستغرام، اللي باقي ما تابونا على قناتنا يوتيوب راه كل عشيه كنخلي لكم الروينه في الكوزينه تما. راه قناتنا على اليوتيوب راه مثبته في التعاليق، كليكي عليها عندك نيشان اليوتيوب او دير سعيد خربوش ما فيهاش لي سباس، واحد ابوني زر الجرس بقى يوصلك الجديد. جيم كومونتير اللي تشجع هذا الا بغيتي، واي شمس العشيه لقيتوها في الانستغرام ولا في فيسبوك جيم كومونتير، وبارطاجوا مع احبابكم واصحابكم يستفدوا من اخطاء الناس واخطاء الاخرين. واروع تحيه لكم كاملين انستغراميين فيسبوكيين، والسلام عليكم او على خير. تهلاو.